السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نشتغل سوا المحاضرة الثانية من تطبيقات حاسب 2 في الكورس الخاص بالسي اف دي. المرة اللي فاتت احنا تعرفنا يعني ايه سي اف دي وبيستخدم في ايه، والآلية اللي هو بيشتغل بيها عاملة ازاي، والطرق العددية اللي هو بيتعامل معاها، وعرفنا الفرق ما بين الفاينايت فوليوم والفاينايت element والفاينايت ديفرنس، وكل واحدة بتستخدم في ايه، وعرفنا استخدامات السي اف دي والابلكيشنز المختلفه بتاعته. ان شاء الله احنا في المحاضره ديت هنبدا بقى ايه، نحط اول قدم في السوفت وير الخاص بالسي اف دي والاكثر شيوعا، وهو الانسز. تمام، الانسز هي جايه من اناليسيس سيستم. الانسز اللي هو اسم البرنامج جايه من اناليسيس سيستم، وهو من اشهر البرامج الخاصه بالسي اف دي. في برامج كتير بتعمل الاناليسيس ده، بس وفي منها اوبن سورس، وفي منها طبعا بيكون ايه بتعاقد وبيمنت وكده زي الانسز ديت. حاجه تاني، حاجه ان في برامج كتير غير الانسز، يعني حتى السوليد ووركس بيعمل سي اف دي وبيعمل فاينايت اليمنت وكل الكلام ده، بس بشكل اقل شويه وببارامترز اقل شويه، فينفع لو انت شغال في سيمبل كيس او لو انت لسه مبتدئ في المجال. تمام، انما الشغل الاساسي بيكون بالانسز، وحتى الشغل في الشركات اللي بره بعد كده. طيب احنا هنتعرف النهارده ان شاء الله السيكونس اللي احنا بنشتغل بيه بيكون عامل ازاي، من اول ما احنا بنعمل البارت لحد ما نوصل للنتائج بتاعتنا. هنتعرف عليها كده بشكل دردشه، وفي المحاضره الجايه ان شاء الله هنشتغل مع بعض اول كيس معانا اللي هو المالتي انلت بايب. لو انا عندي بايب وليها كذا انلت وخارج منها اوتلت، بحيث ان ديت هتكون كيس جنرال، وفي نفس الوقت هي حاجه سيمبل نقدر نريليت الريزلتس بتاعتنا لما نيجي نعرضها بعد كده يعني. وهنشوف بنعمل لها موديلنج ازاي، وبنشوف هنطلع الريزلتس بتاعتها ازاي. بس احنا هنتعرف على السيكونس بتاعنا هنا الاول، علشان الموضوع بعد كده ما يكونش غريب علينا، ونبقى احنا فاهمين احنا بنعمل ايه واحنا شغالين على طول. تمام، احنا خدنا في الجزء دوت قبل كده يعني ايه سي اف دي وبيستخدم في ايه وبيشتغل ازاي، فاحنا مش هنتكلم عليه تاني. وبرده اتكلمنا على فكره الرينال ترانسبورت سيرم، وان هي اللي بينبثق منها الكونزرفيشن اوف انرجي والمومنتم والماس. تمام، وان المعادله اللي هي الكبيره اللي هي بتاعت رينال ترانسبورت سيرم، في جزء منها انستيدي وفي جزء منها خاص بالكونفكشن او الحاجات اللي هي خارجه او داخله من السيرفيس اللي بيحيط بالدومين بتاعي، وان الدومين ده هي المنطقه اللي انا انترستد فيها او ان انا بدرس حواليها البيهيفير بتاعي، وعندي جزء خاص بالجنريشن وجزء خاص بالديفيوجن اللي بيحصل جوه السيرفيس بتاعي. تمام، طيب هنخش بقى على الشغل بتاعنا نفسه. دلوقتي انا عندي كيس معينه، وليكن مثلا عايز اعمل اناليسز للجزء دوت، الجزء ده حقيقي موجود في مشروع ما، وانا عايز اعمل له اناليسز، اشوف البيهيفير بتاع الفلويد عامل ازاي، اشوف التربلنس، اشوف لو في فورتيسيز، اشوف البريشر ديستريبيوشن، اشوف اي حاجه انا عايزها. فالموضوع بيمشي ازاي؟ دلوقتي انا الجزء دوت ده جزء موجود في مشروع، بس الجزء دوت كومبلكس. فالجزء ده انا علشان ارسمه وعلشان ادخله بعد كده على الانسز واعمل له ميشنج، انا في تفاصيل كتير انا مش محتاجها، فبالتالي انا لازم الجزء اللي انا بتعامل معاه زي كده دوت اعمل له سمبليفيكيشن للدومين اللي انا انترستد فيه. يعني انا عندي جزء من بره وفي مسامير وفي جلب وفي جوانات وفي كلام من ده، طالما انا مش انترستد غير في الفلويد اللي جوه، فانا ارسم الفلويد اللي جوه على طول واشوف البيهيفير بتاعه عامل ازاي، مع مراعاه الباوندري كونديشنز ان هي تكون هنا زي هنا. يبقى انا مش انترستد ان انا ارسم الكاد بتاع الكلام ده كله، لا، انا ارسم الدومين اللي جوه على طول، بحيث ان انا اسهل عمليه الميشن واسهل عمليه الحل بتاعه الكيس بتاعتي، وما اضطرش البرنامج ان هو يشتغل في حاجه ويضيع وقت في حاجه انا مش هحتاجها اصلا. انا انترستد دلوقتي في الفلويد مش في الاجزاء اللي بره. فانا اول خطوه بعملها ان انا بشوف الجسم او الكيس بتاعتي من بره، واشوف انا هبسطها ازاي او انا هدرس فيها ايه تحديدا، وابدا استبعد الباقي الاجزاء بما لا يخل بايه بعمليه الاناليسيس بتاعتي. يعني مثلا انا لو في الجزء دوت جزء ميكانيكي بيسبب لي عائق للفلويد دوت مثلا موجود في النص، لا، انا لازم اعمل حسابه ولازم ارسمه، ما ينفعش اقوم شايله واعتبر ان الجزء كله فلويد،
انما لو الفلويد خلاص ماشي جوه انسيابي زي كده، لا خلاص يبقى انا اقدر اشيل الجسم ده كله واحط مكانه الفلويد لوحده زي كده. تمام. بعد ما رسمنا الجزء بتاعنا وعملنا له موديلنج، بالمناسبه الجزء بتاعي انا ممكن ارسمه مباشر على الانسز وممكن ارسمه على السوليد ووركس، وده الافضل، واعمل له امبورت بعد كده على الانسز. بعمل له سيف از عن طريق اكستنشن اسمه ستيب، وبقدر اعمل له امبورت على طول على الانسز وما اشغلش بالي بحاجه تانية، لان انت علشان ترسم على الانسز هتضطر تتعلم الاوامر بتاعه الرسم الخاصه بالانسز، وانت كده يعني ايه هتبقى ما خدتش خطوه جديده. انت كده بتعرف ترسم بالسوليد وبتعرف ترسم بالانسز، فانت يعني كده ايه اتعلمت يعني اوبشنين هتعمل بيهم نفس الحاجه، وده مش عملي. يعني استثمر الوقت ده انك تتعلم حاجات اكتر على الانسز ما بيعملهاش السوليد ووركس. زائد ان عمليه الرسم في الانسز بتكون غلسه شويه ومختلفه شويه عن السوليد ووركس، والحاجات اللي فيها تفاصيل وكلام من ده السوليد ووركس بيعملها بشكل افضل، لان الانسز هو خاص اصلا بعمليه السيميوليشن اكتر منه متخصص في عمليه الرسم. يبقى عمليه تحضير الجسم بتاعي او الدومين بتاعي ديت بنسميها البري بروسيسنج. يبقى ديت كده بنسميها ايه؟ البري بروسيسنج. هنخش بعد كده على المرحله الثانيه، ان انا هعمل ميشنج، ان انا الدومين بتاعي دوت هبدا اقسمه لاجزاء صغيره علشان يعمل عليها الفاينايت فوليوم ميثود اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. والاجزاء الصغيره ديت احنا قلنا ان ليها عدد كبير من الاشكال، ممكن تكون في شكل كيوبس، ممكن تكون في اشكال مثلثيه، ممكن تكون في اشكال سداسيه، ف كل واحدة بتكون مناسبة لشكل معين من الجيومتري. ممكن يكون عندي شكل جيومتري كومبلكس يحتاج أكتر من نوع، يحتاج أكتر من نوع. والموضوع بتاع الميشنج ليه قواعد كتير جدا احنا لو دخلنا فيها مش هنخلص. معظم الناس اللي بتخش في المجال بتاعة السيف دي لما بيجوا يتعاملوا مع موضوع الميشنج، الموضوع بيكون يعني أشبه بترايل اند ايرور، ده من ناحية. أو من ناحية تانية بيشوفوا حد اشتغل تقريبا على كيس مشابهه للكيس بتاعتك ديت، وبيشوفه هو اشتغل بانهي نوع من المش، وانهي نوع من المش اداله الكونفرجنس اللي هو عايزه او اداله الريزلتس اللي هو عايزها وعمل الاناليسيس بتاعه بشكل سليم من غير اي مشاكل، وبيقوم عامل المشنج بتاعه زيه. واحيانا السوفت وير بتاع الانسز اللي هو الخاص بالميشنج مش بيديني اللي انا عايزه لو انا في شكل كومبلكس مليان اجزاء زي الشكل اللي قدامنا دوت، فانا بضطر ارسم المش بتاعي بنفسي واحط القواعد بتاعته بنفسي عن طريق سوفت ويرز مساعده موجوده جوه الانسز باكج، بس ايه بستعين بيها بشكل خارجي، يعني زي حاجه اسمها الايسم، برضو يعني مش هنخش فيه، احنا الكيسز اللي احنا هنتعامل معاها هتكون حاجات سيمبل يعني، فمش هنحتاج كل ده، بس انا بفتح دماغك عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. يبقى دوت كده ايه بالنسبه لموضوع الميشنج. برضو بالنسبه للميشنج فانا عندي بتحكم في السيل سايز. لو انا السيل سايز بتاعتي كبيره يبقى الرننج تايم او الوقت اللي هياخده الكمبيوتر علشان يحل الكيس بتاعتي هيكون قليل، ولكن الجريدينت بتاعي مش هيكون دقيق، فبالتالي الحل بتاعي مش هيكون دقيق. انما لو انا صغرت حجم الخليه بتاعتي فالكمبيوتر هياخد وقت اكبر شويه، ولكن الحل بتاعي هيكون ادق وهيكون فيه تفاصيل اكبر وهيوضح لي التغيرات بشكل ادق على مساحات اصغر بكتير. تمام. طيب برضو احد اشكال التبسيط اللي انا بحول الكيس بتاعتي من 3D ل2D. في بعض الكيسز انا اقدر احولها من 3D ل2D بالشكل دوت علشان اخلي عدد السيلز بتاعت الميشنج اقل، وعلشان اخلي برضو الوقت بتاع الرننج بتاع الكمبيوتر يكون اقل. وده يسري على ايه؟ لو انا عندي جسم كبير جدا وعندي خلاص هو انا انترستد في السلوك بتاع الفلويد عند قطاع من الجسم دوت، فخلاص انا هقوم راسم القطاع وهتعامل مع القطاع ده على انه حاجه 2D، وهيبقى السيميوليشن بتاعي 2D بدل 3D، فده هتبقى نقله كبيره جدا. اقدر انا بقى اضيف تفاصيل خاصه بال 2D وفي نفس الوقت احافظ ان الجهاز بتاعي يعني ايه بمعنى اصح اكسب السرعه والرام بتاع الجهاز، ان انا اخلي الشكل بتاعي بدل من هو 3D اخليه 2D. وبرده ده بيحصل كتير في الموديلنج بتاع الانترنال كومبشن انجنز. لو انا مثلا عايز اعمل موديلنج للبستون وهي بتتحرك، او لو انا عايز اعمل موديلنج للتربين بستخدم حاجه اسمها دايناميك مش.
علشان احرك الجسم بتاعي، وعلشان الجسم وهو بيتحرك عند كل خطوه هو بيتحركها البرنامج بيعمل ري ميشنج وبيحل الكيس ديت كانها مساله لوحدها. فانت شوف بيحل معاك كام كيس، بيحل معاك كام كيس، ده بيكون على حسب التايم ستيب اللي انت بتحددها بعد كده. برضو مش هنخوض في جزئيه الدايناميك مش، احنا هنشتغل على كيسز سيمبل بس يعني علشان يكون عندك فكره بعد كده. فبالتالي ان انا احد اشكال التبسيط هيكون ال 2D، وده ممكن نشتغل بيها في المحاضره الرابعه او الخامسه من باب العلم للشيء برضو علشان تشوفوها ان شاء الله. بعد كده خلاص انا خلصت الموديلنج وخلصت الميشنج، فكده انا خلصت مرحله البري بروسيسنج. بنخش على المرحله الثانيه اللي هي مرحله السوليوشن، ان انا دلوقتي بحدد عدد الاتريشنز اللي احنا هنشتغل عليها. احنا قلنا قبل كده ان الطرق النيوميريكال او المعادلات النيوميريكال بتتحل عن طريق الاتريشنز، ان انا عندي باوندري كونديشن، عندي نقطه معينه عندها مدخلات، فبقوم ابدا احل من النقطه ديت وافترض باقي القيم واقوم مطلع القيمه بتاعه الحل بتاعي، اقوم اخد القيمه بتاعه الحل ديت احل بيها من جديد، ادخلها معايا كانبوت، واقوم اعوض بيها في المعادلات بتاعه الانرجي والمومنتم والماس، اقوم مطلع بيها ناتج تاني، وافضل اكرر في العمليه لحد ما الناتج بتاعي يثبت. فبالتالي انا كل ما عدد الايتريشنز بتاعتي زاد، كل ما الحل بتاعي بقى دقيق اكتر، وكل ما الكمبيوتر هياخد وقت اكبر علشان يوصل للكونفرجنس او الحل بتاعي. برضو الكمبيوتر انا مثلا دخلت له مليون اتريشن، عدد الاتريشنز اللي هو يشتغلها مثلا مليون، هو مش هيشتغل المليون، هو هيفضل يشتغل لحد ما يحصل الكونفرجنس ويلاقي ان القيمه تقريبا ما بتتغيرش، هيقوم واقف حل عند كده ويقول لك بس الحل بتاعك ده كده تمام. انما لو عدد الايتريشنز اقل من اللازم، يعني مثلا لو انا هنا خليت الايتريشنز بتاعتي عند 20 والكمبيوتر وقف عند هنا كده، يبقى انا كده الحل بتاعي دوت مش مظبوط، لان انا لو كملت بعد كده الكمبيوتر لسه بيحل ولسه بيتغير، فانا لسه الريجن ديت بالنسبه لي لسه انستيدي، فلازم يبقى عدد الايتريشنز يكون كبير بشكل كافي علشان تقدر تحدد بيه الحل بتاعك دوت مظبوط ولا لا. وبرضو دوت بيجي بالتجربه، لان انت بتحط عدد معين، بتفترض عدد معين من الايتريشنز وتشوف شكل الجراف بتاعك ماشي ازاي وهل هو قابل للتغيير ولا لا، وخلاص بتقوم ايه قايل تمام. لو لقيت ان هو لسه قابل للتغيير تقوم عايد الحل بتاعك تاني مع عدد ايتريشنز اكتر. لو انت لقيت ان هو اخد وقت اكتر من اللازم والحل ما بيتغيرش، ممكن تعيد الحل بتاعك تاني بعدد ايتريشنز اقل وهكذا. يبقى انت كده ايه فهم الدنيا بتمشي ازاي مع الايتريشنز والكونفرجنز. قلنا ان الكونفرجنز ده ان هي عمليه اخراج الحل عن طريق ان الحل بتاعي دوت خلاص بقى تقريبا ثابت، او الخط بتاعي دوت بقى ايه ماشي تقريبا بشكل مستقيم. تمام. بعد ما خلصنا مرحله السوليوشنز والكونفرجنز حصل وخلاص الدنيا بقت تمام، بعد كده بخش في مرحله اسمها البوست بروسيسنج اللي هي عمليه اخراج الريزلتس. والريزلتس عندي بتخرج في شكل كونتورز. يعني ايه كونتورز؟ يعني خرائط. يعني انا الجسم بتاعي بيكون متلون بمجموعه من الالوان، والالوان ديت بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي تبع جريدينت كده الديستريبيوشن مثلا بتاع البريشر او الديستريبيوشن بتاع الفيلوسيتي. وقلنا برضو ان الكونتورز ديت ليها كذا شكل، ممكن تكون بشكل الوان، ممكن تكون على شكل دوائر، وان كل ما الدوائر المسافات ما بينها تزيد مثلا كل ما الجريدينت بتاعي او القيمه بتاعتي كانت قليله، وممكن لو الدوائر بتاعتي ديت قربت من بعض يبقى الجريدينت بتاعي عالي، وممكن تكون في شكل اسهم لو انا عايز اعبر عن فيكتورز. يبقى انا عندي مجموعه من الكيسز او من السيناريوز اللي انا بعرض بيها الريزلتس بتاعتي، منها الالوان، منها الدوائر، منها الاسهم، وهتلاقوا بعض منها في فايل الاسئله اللي انا هنزله لكم في الاسئله بتاعت الاختيارات، اللي انا هكون حاطط لك صوره كده واقول لك الصوره ديت بتعبر مثلا عن فيلوس ديستريبيوشن وحاطط لك عليها نقط، واقول لك النقطه ديت بتعبر عن فيلوستي عالي ولا قليل، او اقول لك فين النقطه اللي بتعبر لي عن اعلى فيلوستي او اعلى بريشر. فانت من خلال المساله والحل والاكسبلانيشن اللي انا حاططه لك هتبدا ايه هتفهم الدنيا فيها ماشيه ازاي. بالنسبه للريزلتس اللي بتطلع معانا، انا ممكن اطلع بريشر،
ممكن اطلع فيكتورز، ممكن اطلع حاجه اسمها تراجكتوريز، المسار اللي هيمشي البارتيكل نفسه، ممكن اطلع فيلوسيتي ديستريبيوشن، ممكن اطلع فورس اناليسيس، ممكن اطلع تمبريتشر ديستريبيوشن، ممكن اطلع حاجه اسمها المالتي فيز افكت. لو انا عندي يعني مالتي فيز يعني ايه؟ يعني عندي كذا فيز، يعني مثلا عندي جاز مع ليكويد او عندي سوليد مع ليكويد، فانا هشوف الخليط اللي ما بينهم او الميكسنج اللي ما بينهم هيحصل ازاي، او لو عندي تو فلويدز وليهم خواص مختلفه هشوف الميكسنج ما بينهم هيحصل ازاي، او عندي اتنين نفس الفلويد بس ده بسرعه مختلفه وده بسرعه مختلفه وده بدرجه حراره مختلفه وده بدرجه حراره مختلفه زي ما هنشوف في المحاضره الجايه، والميكسنج ما بينهم بيكون ازاي. كل ديت اشكال من الريزلتس ان انا اقدر ايه اطلعها من السي اف دي. اقدر اشوف المنطقة اللي فيها تيربلنس، اقدر اشوف فيها المنطقة اللي فيها لامنر فلو، كل الكلام دوت انا اقدر استخرجه عن طريق الكونتورز اللي موجودة في الريزلتس. تمام، ديت كده عملية الايه البوست بروسيسنج. يبقى دوت كده بشكل مجمل السيكونس اللي احنا هنمشي بيه في الانسز واحنا شغالين. خلينا نبص بص على البرنامج. البرنامج لما انت هتفتحه هيكون الشكل اللي قدامك عامل كده. عندك هنا في حاجه اسمها التول بوكس مكتوب فيها الاناليسيس سيستمز، دي مجموعه كبيره من البرامج، كل برنامج مختص بكيس معينه او بحاجه معينه بيشتغل عليها. يعني في برامج خاصه بالسي اف دي، في برامج خاصه بال الهيت ترانسفير، في حاجات خاصه بالالكترونكس، في حاجات خاصه بالانترنال كومبشن انجنز، في حاجات خاصه بالماجنتيزم، في حاجات خاصه بالاكوستكس. كل الكلام دوت كل حاجه من دول ليها سوفت وير خاص بيها. احنا اللي هنتعامل معاه في الكورس بتاعنا هو الايه الفلويد فلو او الفلويد. في عندنا سي اف اكس والبولي فلو، ديت حاجات بتؤدي نفس الوظيفه ولكن بطرق حل مختلفه مناسبه لبعض الكيسز مش هنتطرق ليها. تمام، لو انت جيت على الفلويد فلو دوست عليه او الفلويد ودوست عليه دبل كليك هيطلع لك بوكس كده هنا عباره عن السيكونس اللي انت هتمشي بيه. اول حاجه الجيومتري، الجيومتري ده لو انت دوست عليه دبل كليك هيدخلك في مكان بلاتفورم زي البلاتفورم بتاع السوليد ووركس تبدا ترسم فيه الشكل بتاعك، او انت ممكن رايت كليك وتقوم عامل امبورت للجيومتري بتاعك، ولو الجيومتري بتاعك تمام هتقوم قايل له مثلا براوز وتقوم عامل له امبورت، لو تمام هيقوم عامل لك هنا صح. بعد كده الخطوه اللي بعدها هتقوم داخل على الميشنج، تقوم عامل الميشنج بتاعك تظبط الحجم وتظبط النوع وتظبط السموثنس بتاع الميشنج وتسمي السيرفيسز بتاعتك، هتشوف فين الانلت وفين الاوتلت وفين الوول بتاع الجسم بتاعك وتبدا تسميهم. بعد كده في السيت اب هتيجي عند الانلت وتقول له الكونديشنز بتاعته كذا كذا كذا، الفيلوستي بتاعته كذا، الضغط بتاعه كذا، درجه الحراره بتاعته كذا، والاوتلت بتاعي الظروف بتاعته كذا، ونوع الفلويد بتاعي نوعه مثلا ميه، نوعه هواء، نوعه زيت، المواصفات بتاعته كذا كذا، بتحدد عدد الايتريشنز بتاعتك و تبدا تران السوليوشن بتاعك. السوليوشن هو اوتوماتيك بيشتغل لوحده لما انت بتعمل ران، بيقوم محمل لحد ما يعمل الكونفرجنس. بعد كده بتوصل للريزلتس وفي الاخر تقوم عارض فيها الريزلتس بتاعتك والكونتورز وتشوف فين المناطق اللي عندها مشاكل، علشان لو انت مثلا بتعمل تصميم لحاجه وعرفت ان المنطقه ديت هيحصل فيها تربلنس او هيحصل فيها مشكله تبدا تعالجها او تبدا تغير فيها. يبقى دوت كده ايه بشكل عام السيكونس اللي هنمشي بيه في الانسز. ان شاء الله المحاضره الجايه هنشتغل فيها اول كيس معانا اللي هو المالتي انلت فلو بايب، هتبقى بايب ليها اكتر من انلت وماشي فيها ميه بدرجات حراره مختلفه وخارج منها الميه، وهنشوف بنعرض الريزلتس ازاي وبنعمل لها ميشنج ازاي وبنتعامل معاها ازاي في شكل مبسط، وان شاء الله الموضوع هيكون بسيط. برضو عايزكم تركزوا على الاسئله اللي انا بنزلها مع كل محاضره، وتركزوا مع المحتوى اللي انا بشرحه علشان تستفيدوا منه علشان ينفعكم بعد كده سواء في مشروع التخرج او في الشغل بعد كده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.